السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بالخير وأرجو أن تكونوا جميعا بخير في هذه الليلة المباركة. أحبتي في الله، اليوم سنطرح موضوع اختلف فيه الناس في الآونة الأخيرة، المولد النبوي الشريف أو الاحتفال بميلاد النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. نريد أن نفهم هذا الموضوع ونريد أن نحلل ما معنى كلمة بدعة، ونريد أن نصل إلى فهم صحيح لحقيقة هذا الأمر حسب القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. أول شيء أخي الحبيب يجب أن تضعه في رأسك أن البدعة لابد أن تؤدي إلى الضلال، يعني لا يوجد بدعة تؤدي للخير وتؤدي للجنة. البدعة دائما هي أمر مستحدث في الدين يؤدي إلى الضلال وبالنتيجة إلى نار جهنم والعياذ بالله. وهذا ما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هو عرف قدم لنا تعريفا للبدعة، يعني أنا مثلا جلوسي الآن أمامك عبر هذه البرامج التي أستخدمها وعبر كاميرا هذا الموبايل وفي هذا التوقيت مثلا وأتكلم بهذا الشكل، هل النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا العمل؟ أكيد لا، أكيد لم يفعل ذلك. أنا الآن أتحدث، لا يوجد أحد أمامي، كأنني أكلم نفسي أو أكلم هذا الموبايل الذي هو عبارة عن شيء لا يعقل. هذا الأمر لم يفعله النبي ولا الصحابة الكرام ولا أحد من التابعين. طيب هل هذا الأمر بدعة؟ لا. متى يكون بدعة؟ عندما يؤدي بك إلى الضلال، يعني عندما أنا أروج لمعلومات فيها كفر وإلحاد وله عن ذكر الله، وأعطيك معلومات تؤدي بك إلى نار جهنم، هذه هي البدعة. أما أن يجلس إنسان ويعلم الناس العلم النافع، لا يمكن أن يكون هذا العمل بدعة مهما حدث يعني. لذلك أيها الأحبة، نأتي لموضوع تخصيص يوم للاحتفال بمناسبة هي مولد النبي عليه الصلاة والسلام. دعونا نبتعد عن الأمور الفقهية والعقيدة وغير ذلك، نتحدث قليلا بالمنطق العقلي والمنطق القرآني أيضا. أبدأ معكم أيها الأحبة من جذور هذا الأمر. النبي ولد في يوم محدد، وقد يكون هذا اليوم الذي يقولون عنه مناسبة ميلاد النبي قد لا يكون هو نفس اليوم فعلا، لأن الروايات التاريخية ترجح أنه ولد يوم الاثنين في تاريخ معين في يوم معين إلى آخره. فهنا نحن لا نتحدث عن دقة التاريخ، نتحدث عن المناسبة. النبي جاء إلى الدنيا وبعث نور يضيء لنا الطريق، هذا لا شك فيه. هل يحق لي أن أفرح بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ هذا السؤال الأول. أنا عندما يأتيني مولود صغير طفل أفرح به. أي واحد منكم عندما يأتيه رزق يفرح به، عندما
يأتيه أي شيء مفرح عندما ابنه ينجح في امتحانات معينة يفرح به. فإذا الفرح بقدوم النبي عليه الصلاة والسلام لهذا العالم هو أمر ليس فيه شيء، بل هذا مطلوب، سأثبت لكم من القرآن. الله سبحانه وتعالى يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. إذن أنا مأمور بنص هذه الآية أن أفرح بشيء بفضل الله وبرحمته، هو خير مما يجمعون. طب هل النبي عليه الصلاة والسلام فضل من الله؟ نعم. ما الدليل على ذلك؟ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. إذن الله من علينا من فضله العظيم أنه بعث فينا هذا النبي، إذن هذا فضل يجب أن أفرح به. لا أقول ينبغي، أقول يجب، لأن لدي أمر في الآية: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فيه أمر. طيب هل النبي رحمة؟ نعم. ما الدليل على ذلك؟ في القرآن الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن هذا النبي هو رحمة، والله عز وجل أمرني أن أفرح برحمة الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، وأنا أفرح بقدوم هذا النبي للعالم. هذا أمر ليس فيه أي بدعة. طيب طريقة الفرح هذه كل إنسان يعبر عنها بطريقة معينة. يعني أنا اليوم مثلا أريد أن أفرح بهذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم من خلال أن أحدثكم عن بعض المواقف المهمة التي عاشها هذا النبي، أذكركم بها لأن لها صدى في حياتنا اليوم، لنستفيد منها في مواجهتنا للصعوبات اليوم. اليوم حياتنا أيها الأحبة مليئة بالهموم والمشاكل والأزمات الاقتصادية والمرض والهم والغم، فنريد أن نتذكر بعض المواقف ونستحضر هذه المواقف من حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف علمنا أن نواجه المواقف الصعبة، ضيق الرزق، الهم، الأذى الذي يتلقاه الإنسان أحيانا، البلاء. وكلنا يعني كثر البلاء علينا اليوم، كيف نتعامل مع البلاء؟ طيب أنا قررت أن أفرح بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام من خلال تذكر هذه المواقف لأطبقها في حياتي، هل هذا الأمر فيه شيء؟ طبعا لا. طب قد يقول قائل هذا الأمر بدعة. طيب من تعريف البدعة أنها تؤدي للضلال. أين الضلال في هذا الأمر أيها الأحبة؟ يعني إذا خصصت هذا اليوم لأتذكر فيه مواقف من حياة النبي عليه الصلاة والسلام وأكثر من الصلاة عليه كما أمرني الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أنا أكثر من الصلاة على النبي في هذا اليوم، وأذكر حياة هذا النبي الذي أمرني الله أن أذكره، أمرني الله أن أتذكر مواقف هذا النبي الكريم. طيب ما هو الدليل؟ إليك الدليل أخي الحبيب. الله تبارك وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى أسوة؟ أسوة يعني أتأسى به، أقتدي به، أتعلم منه.
طب إذا لم أذكر هذه المواقف كيف أتعلم منها؟ يعني نبينا عليه الصلاة والسلام تعرض لموقف عظيم يوم الهجرة. والله اليوم لو تعرض له أي إنسان سيفقد الأمل من كل شيء إلا ما رحم ربي، إلا القليل جدا. هذا النبي كان فرحا برحمة الله مع العلم أنه قد يقتل في هذا اليوم، بعد أن أخرجه كفار مكة وتآمروا، أخرجوه وتآمروا على قتله، يترصدون به وقد اقتربوا من الغار الذي وقف فيه مع سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، وبدت علامات الحزن على سيدنا أبي بكر. فهذا النبي كأنه يقول له: لماذا تحزن؟ نحن في رحمة من الله. الحزن غير منطقي في هذه اللحظة، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. طيب أنا أريدك أخي الحبيب في كل لحظة أن تستشعر معية الله وتقول دائما لنفسك، تقول: لا تحزن إن الله معنا. في كل موقف تتعرض له فيه صعوبة، فيه بلاء، فيه أذى لك، فيه هم معين، أن تقول: لا تحزن إن الله معنا. طيب تذكر هذا الموقف، هل فيه شر؟ هل فيه ضلال؟ حتى لو خصصت يوم معين، ما هي المشكلة؟ وكما قلت لكم أيها الأحبة، معظم الأعمال التي نقوم بها اليوم لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، معظمها. المساجد اليوم مختلفة عن زمن النبي، طريقة الصلاة بالمكبرات هذه مختلفة، اللباس الذي نلبسه مختلف، البيئة مختلفة، العادات، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، ربما يذهب كيلومتر لقضاء حاجته في وادي خلف تلة كذا. هذا الأمر اليوم إذا فعله أحدنا يبدو غير منطقي. فإذا أخي الحبيب، دائما أريدك أن تضع في رأسك مفهوم البدعة أنها لابد أن تؤدي للضلال، وكل عمل فيه خير، فيه ذكر لله، فيه عمل صالح، هذا أمر يعني الله عز وجل يكافئك عليه. طيب إنسان آخر فكر أن يفرح بقدوم هذا النور، بقدوم هذه الرحمة للعالم صلى الله عليه وسلم، بأن يطعم الفقراء مثلا، أن يفرح إنسان يتيم، أن يفرح أهل بيته، يوسع عليهم في هذا اليوم. طيب هل هذا الأمر فيه ضرر؟ طيب نحن نقول الاحتفال بالمولد، ما معنى الاحتفال؟ احتفال أول شيء فرح بقدوم هذا النبي، تذكر للمواقف التي مر بها هذا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا النبي رأى شخصا من الصحابة في المسجد في غير وقت الصلاة فقال له، بمعنى الحديث يعني ما الذي يقيدك في هذا الوقت؟ فشكى الرجل الهموم والديون للنبي، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام كلمات يقولها: أن يستعيذ بالله، والاستعاذة هنا الالتجاء والاحتماء بالله، وطلب أن يبعده الله عن هذه الأشياء التي أمره النبي أن يستعيذ منها، من الهم والبخل والجبن والعجز والكسل ومن غلبة الدين وقهر الرجال
وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، فأمره أن يستعيذ بمجموعة كلمات. والرجل عندما طبق هذا الدعاء قال لم تمض إلا أيام حتى أذهب الله همه وقضى دينه. كم بحاجة نحن اليوم لتعلم هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن البخل والجبن ومن غلبة الدين وقهر الرجال. فمثل هذه الكلمات أيها الأحبة لها أثر كبير عندما تلتجئ لمالك الملك سبحانه وتعالى وتقول: يا رب، أنا وضعت همومي ومشاكلي وعجزي وفقري وكسلي، وضعته بين يديك وأنت تفعل ما تشاء. فهنا أيها الأحبة الإنسان يرتاح، والله عز وجل وعدنا أنه يستجيب الدعاء. الله قال في القرآن الكريم: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فإذا أنا عندما أدعو هذا الإله العظيم لابد أن يستجيب لي، لأنه هو الذي وعدني بذلك. والنبي يعلمني هذا الدعاء: أن يحفظني الله وأن يعيذني من هذه الشرور، الهم والغم والكسل والعجز والفقر والدين وغير ذلك. طيب، هل هذا الأمر فيه خطورة مثلا، فيه ضلال؟ لا أبدا. فينبغي على كل إنسان أن لا يطلق لفظ البدعة هكذا من دون تفكير. فكر قليلا بالبدعة. متى يكون الأمر فيه بدعة؟ سأقول لك أخي الحبيب، عندما تجلس تقول: أنا أريد أن أفرح بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تأتي بمجموعة من الناس لتتكلم بالسوء على ناس أناس آخرين، النميمة، لتغتاب بعض الناس. هذه هي البدعة، أن يختلط الرجال بالنساء وتخرج منهم ألفاظ فاحشة، هذه هي البدعة. أن تأكل مال الناس بالباطل، هذه البدعة. وليست البدعة أن تقول: اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه مثلا. البدعة ليست أن تجلس وتقرأ القرآن. قراءة القرآن لا يمكن أن تكون بدعة، حتى مهما خصصت من وقت، ومهما في أي وقت، حتى لو قلت أنا في السنة سأخصص يوم أقرأ فيه القرآن، ليس فيها بدعة. لي قد يقول قائل: الصحابة الكرام لم يخصصوا يوما. والإجابة سهلة عن مثل هذا التساؤل، لأن هؤلاء الصحابة أولا النبي كان بينهم عليه الصلاة والسلام، وكانت حياتهم كلها ذكر للنبي وكلها عبادة وجهاد وتذكر للنبي وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كانت كل أوقات السنة عبادة لله وصلاة على النبي وتذكر أخلاق هذا النبي صلى الله عليه وسلم. طب اليوم نحن ابتعدنا كثيرا عن هذه المفاهيم، أصبحت الدنيا تشغلنا. فإذا جاء إنسان وقال: والله أنا سأستغل هذه المناسبة لأجمع الناس، أو على الأقل لأذكرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأدخل الفرح إلى قلوب بعض الناس من خلال أخلاق هذا النبي، وكيف كان يفرح برحمة الله، وكيف كان يتعامل مع المواقف الصعبة حتى وهو على فراش الموت صلى الله عليه وسلم. يعني نبيكم عليه الصلاة والسلام عندما كان على فراش الموت، والسيدة فاطمة رضي الله عنها ابنة النبي تقول: وكربة، يعني بمعنى أنها حزينة وقلقة
وأن هناك كربا سيقع وهو موت النبي. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا كرب على أبيك بعد اليوم. أعطانا مفهوم جديد للموت صلى الله عليه وسلم، مفهوم جديد. نحن ننظر للموت على أنه نهاية الأشياء الجميلة وبداية الحزن والكرب والهم والغم. لا، النبي أعطانا مفهوما جديدا للموت، أنه نهاية الكرب، نهاية الهم، نهاية المرض، نهاية الأحزان، لأنك ستدخل بعد الموت في عالم أوسع بكثير من هذا العالم. ستدخل في عالم البرزخ الذي هو أوسع ربما بمليارات المرات من عالمنا هذا الضيق، لتكون في رحمة الله، لتكون مع الملائكة الكرام. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. بعد الموت ستشعر بالرضا، الله سيرضيك. ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذا المعنى أيها الأحبة فهمه النبي صلى الله عليه وسلم وطبقه عمليا عندما قال لابنته: لا كرب على أبيك بعد اليوم. وعندما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يعيش ما يشاء وبين لقاء الله، فقال وهو على فراش الموت: بل الرفيق الأعلى، أحب لقاء الله. وعلمنا أيضا أن المؤمن عندما يقترب أجله وفي لحظة الموت يحب لقاء الله ويحب الله لقاءه. إذا جاءه الموت المؤمن أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه، بينما الكافر كره لقاء الله وكره الله لقاءه إذا اقترب منه الموت. وهنا طبعا الصحابة الكرام قالوا: ومن يكره لقاء الله؟ يعني هل إنسان؟ طبعا هنا شرح لهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل أن المؤمن عندما يرى مقعده من الجنة ويرى ما أعد الله له من النعيم والرضا والرحمة والفرح، يفرح بلقاء الله ويحب أن يسرع ليتخلص من هذه الدنيا الكئيبة، ويحب لقاء الله، والله طبعا يحب لقاءه. الكافر الظالم الغافل عندما يأتيه الموت يرى مقعده من النار والعياذ بالله، ويرى ما أعد الله له من أغلال وعذاب وحسرة، فيتحسر على نفسه ويندم ويعني يعاني من كل أنواع الشر في هذه اللحظة، فيكره الموت ويكره الآخرة ويكره لقاء الله، وبالتالي كره الله لقاءه. أنا مثل هذا الموقف، أنا بحاجة له أيها الأحبة، بحاجة أن أتعلم ما الذي سيحدث لحظة الموت، لأنني أنا وأنتم جميعا لابد أن يأتي يوم وسنواجه الموت، سنلتقي مع الموت، هناك لقاء منتظر. انظر معي كيف عبر القرآن عن هذا اللقاء، قال سبحانه وتعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه، تهربون تفرون، فإنه ملاقيكم. لقاء، ما معنى ملاقيكم؟ يعني هو ينتظرك الموت، يعني أنت تسير هكذا والموت يسير هكذا حتى تلتقيان لحظة الموت، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فإذا أنا بحاجة أن أتعرف لأهم لحظة في حياتي، ليست أهم لحظة هي لحظة
الحصول على منصب جديد أو رزق جديد أو وظيفة جديدة أو الحصول على مبلغ من المال أو الحصول على بيت جديد أو لا لا لا، هذه كلها سأتركها ورائي. أهم لحظة في حياتك أخي الحبيب هي لحظة الموت التي لابد أن تلاقيها، والقرآن نبهنا لهذه القضية عشرات المرات في القرآن. أينما تكونوا يدرككم الموت، وكأن الموت يلحقنا، الموت يلاحقنا. فأنا بحاجة اليوم الناس يعني يتذكرون هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في يوم مولده، بحاجة أن أتذكر هذه المعاني. يعني على الأقل إذا كنا نمضي معظم ليالي العام في اللهو والعبث وفي الأحاديث التي لا تأتي إلا بالهم والغم، ونفكر بمشاكل الدنيا ومشاكل الحياة اليومية، طيب هذه اللحظات، هذه الليلة نريد أن نتذكر مواقف من حياة النبي عليه الصلاة والسلام لنستفيد منها في حياتنا. ما هي المشكلة؟ ما هي الضلالة في ذلك؟ لا يوجد أي ضرر، بالعكس أنت في يوم ذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام أنت تذكر الله، تقرأ القرآن، كل حرف لك به 10 حسنات. طيب هذا أمر جيد. طيب أنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انظر أنا خلال هذا الحديث كم مرة قلت صلى الله عليه وسلم. كل صلاة تصليها على النبي، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، تأخذ 10 أضعاف، 10 أضعاف. والصلاة على النبي لا تعني السجود له كما يقول بعض المشككين الذين يفقهون اللغة. الصلاة على النبي صلاة يعني تعني الرحمة والدعاء له، وليس الصلاة للنبي. هم يعني بعض المشككين أضحكني ذات مرة، قال المسلمون يصلون لنبيهم كأنهم يسجدون له، والإله يصلي له. فسبحان الله، هم لم يقرأوا لم يفقهوا اللغة العربية. إن الله وملائكته يصلون للنبي، لا على النبي، يصلون على النبي يعني الرحمة والدعاء له والسكينة. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نحن نقول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وليس له. لاحظت أخي الحبيب. طيب القضية الثالثة، أنت في مثل هذه المناسبة قررت أن تفرح أولادك وتوسع عليهم، ما هو الضرر؟ ولا شيء، ولا شيء أبدا، بالعكس النبي أمرنا أن نوسع على عيالنا. طيب أحببت أن تطعم يتيم أو تساعد إنسان محتاج، ما هي المشكلة؟ ولا شيء، فقط نريد أن نفكر أيها الأحبة. لا نأخذ يعني على فكرة حكم الاحتفال بالمولد النبي هو اجتهاد. النبي لم يتحدث عن هذا الموضوع، ولا الصحابة ولا التابعين ولا تابعي التابعين ولا حتى الفقهاء الأربعة، لأنه لم يكن موجودا في زمانهم. هو أمر مستحدث، فكل من يفتي في هذا هو اجتهاد أصلا، والاجتهاد هذا قابل يعني الأخذ والرد، قابل أن يكون صح أو خطأ، لأنه اجتهاد بشري وليس حكم نبوي، يجب أن نميز أيها الأحبة. فلذلك ما دام هذا الحكم اجتهاد وفيه اختلافات، إذن دعونا نفهم معنى البدعة. الصلاة على النبي، مهما صليت على النبي، لو صلي أنا قلت سأصلي على النبي 1,000,000 مرة، 1,000,000، وجلست أعد ذلك، هل هذا بدعة؟ لا، لأن الله قال لي وأمرني، قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا.
الصلاة على النبي هي نوع من أنواع ذكر الله. وكلمة أنا عندما أقول صلى الله عليه وسلم أنا أذكر الله في هذا النص صلى الله عليه وسلم، ذكرت الله، هذا ذكر لله. فكلمة كثيرا هنا أذكر الله ذكرا كثيرا، كثيرا كم مرة يعني؟ لم يحددها القرآن، يمكن أن تكون 10 مرات، يمكن أن تكون 1,000,000 مرة. فإذا ليس فيها مشكلة، ليس فيها ضرر. طيب أنا قررت أن أطعم بعض الناس من ذوي الأرحام، أن أفرحهم في هذا اليوم. أنا قررت أن أصل بعض الأرحام ولو من خلال رسالة أو مكالمة هاتفية. أحببت أن أتذكر بعض أقاربي، بعض أرحامي، وكتبت لهم مثلا بعض الكلمات تذكرتهم بها ووصلت الرحم. هل هذا فيه شيء؟ أين الضرر؟ نريد قبل أن نقول بدعة يجب أن تنظر إلى تتمة الحديث. الحديث كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. إذن البدعة يجب أن تؤدي للضلال، ذكر الله لا يمكن أن يؤدي للضلال أيها الأحبة بحال من الأحوال. إنسان جاء وقال والله أنا سأضيف صلاة سادسة، نحن لدينا 5 أوقات في اليوم، وقال سأضيف صلاة سادسة. هذه بدعة، زيادة على العبادة. شخص جاء وقال أنا سأضيف كلمات للأذان، هذه بدعة. أنا سأضيف نص للقرآن، هذه بدعة. أما أنت عندما تذكر الله وتقوم بأعمال البر وتطعم الفقراء وتصل الرحم وتبر والديك، إنسان أحب أن يعطي هدية لأبويه، لأمه مثلا، يفرحها بهذه بمناسبة ميلاد أو غير ذلك، ما هي المشكلة؟ ولا شيء، ولا فيها أي شيء صدقوني. أنت فقط استخدم عقلك وفكر. وكما قلت لك كل هذه الأحكام التي تجدها على الإنترنت ما يتعلق بمولد النبي صلى الله عليه وسلم كلها اجتهادات. فما دام الأمر اجتهادات، يعني ليس فيه نص قرآني أو نبوي، النص النبوي الوحيد هنا كل بدعة ضلالة. عرف لك النبي صلى الله عليه وسلم البدعة، فكأنما يقول لك انظر إلى هذا العمل، إذا وجدت أنه يؤدي للضلال فهذا بدعة بكل بساطة. إنه كما قلت لكم أيها الأحبة، قد يأتي شخص ويقول والله كل ما نقوم به اليوم بدعة. قد يأتي شخص ويقول لك إن مثلا صوت القرآن، لم يكن النبي يستمع للقرآن بالموبايل، هذه بدعة لا يجوز. فيحرم نفسه الخير الكثير. وهكذا أحبتي في الله، لذلك نريد أن يكون همنا رضا الله. أنا والله ليس همي لا فلان ولا فلان ولا غيره، أنا أحب رضا الله، هدفي أن أرضي الله تعالى. هل الله يرضى إذا فرحت بالنبي الذي هو رحمة للعالمين؟ هل الله يرضى؟ هل الله يرضى إذا تذكرت هذا النبي الكريم وصليت عليه وذكرت الناس به؟ الله ماذا قال لي؟ قال ولكم ولكل يخاطب العالم كله، لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم. يعني هذا النبي كأنه القرآن يريد أن يقول لك إن هذا النبي يحمل همك إذا أخطأت، يحزن لك
إذا انحرفت عن الطريق. يريد لك الخير، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا أخي، القرآن ذكر صفة الرحيم 114 مرة، كلها خاصة بالله تعالى، بعدد سور القرآن 114. وذكر الرحيم هنا المرة 115 كصفة للنبي فقط، لم يصف بها أحدا غيره، لا ملك ولا نبي ولا أحد. وكلمة رؤوف وردت في القرآن أيضا في عدد من المواضع، ولم تأتي كصفة لأي من الخلق إلا في هذا الموضع للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني أعطي النبي صفتان لم يعطهما أي مخلوق في الكون، ليس نبي، لا أي مخلوق. بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هذا الدعاء أخي الحبيب يذهب عنك الغم ويقضي عنك الدين ولو كان كأمثال الجبال، وينجيك الله به من المهالك. أن تقول حسبي الله، الله يكفيني، يعني أنا أكتفي ولا أريد أحدا مع الله، الله يكفيني، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. طيب، مثل هذه المعاني، بالله عليكم، يعني بالله عليك أنت أخي الحبيب، إذا كان في دماغك أن مثل هذه الأشياء بدعة، أريدك فقط أن تفكر قليلا معي، أين الضرر في ذلك؟ أين الضلال في ذلك؟ ولا شيء، ولا فيها أي شيء. ثم إن البدعة أخي الحبيب، سأقول لك الشيء آخر، مثلا الاختلاط الفاحش بين الرجال والنساء، والنميمة والغيبة والكلام الذي لا يرضاه الله، والنظر إلى المحرمات، مثل هذه الأمور هي لا ترضي الله في كل الأوقات، سواء طبقتها أو رأيتها في مولد النبي أو فيما سواه، هي أصلا لا ترضي الله. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هذه الآية على مدار العام. فالخير دائما هو خير، والضلال دائما يكون ضلالا. يعني أن تطعم الفقراء هو أمر فيه خير كيفما طبقته، إلا أن تكون منافقا، هذا وضع آخر. يعني أن تطعم الناس وتحسن للفقراء ليقال إنك كريم وليس ابتغاء وجه الله، هذا لا تأخذ أجرا عليه. فالنفاق هو الضلال، الرياء هو الضلال. يعني أنا أصلي فقط ليقول الناس إنني أنا أصلي، أنا أقدم علم نافع ليقول الناس والله أنا عالم، أنا كذا، ليبهر. هذا هو النفاق، وهذا هو الرياء، وهذا هو الضلال. أما أن تذكر مواقف للنبي عليه الصلاة والسلام في يوم معين، في شهر معين، في ليلة معينة، ليس فيه أي شيء، أنت لا تضر أحدا ولا تؤذي أحدا ولا تريد إلا وجه الله، أنا أريد أن أفرح أن الله بعث من نفسي رسولا، أنا كنت سأضيع لولا تعاليم هذا النبي الكريم. هذا النبي علمني كيف أتطهر، كيف ألتجئ إلى الله، كيف أفرح بلقاء الله، علمني كيف تكون حياتي كلها فرح وسرور، علمني التفاؤل، علمني ألا أحزن مهما كانت الضغوط قوية، علمني الصبر من خلال صبره على أذى المشركين،
علمني التسامح والعفو. يعني انظر إلى هذا الموقف أخي الحبيب، في قمة الضعف وقمة عندما آذاه المشركون وعندما تآمروا عليه، كان يحب لهم الخير وكان يسأل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله، كان ينظر لبعيد. عندما فتح مكة أصبح المشركون الذين أخرجوه وتآمروا عليه وتآمروا على قتله وشوهوا سمعته وفعلوا كل شيء، وحتى إنهم اتهموه في عرضه وفي زوجته إلى آخره، كل هذه الأمور اللي فعلوها، عندما وقف أمامهم عفى عنهم. فعلمنا ثقافة العفو. يعني أنت هناك مشكلة بينك وبين جارك، مهما فعل ومهما صدر منه من أذى، يجب أن تعفو عنه، يجب أن تعفو عنه، أن تكرمه أيضا، ليس فقط العفو بل أن تكرمه على الرغم من إساءته. هذه ثقافة النبي، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. طب أين هذه الثقافة اليوم؟ لماذا هي قليلة جدا بيننا؟ لأنه لا يوجد من يذكرنا بهذا الأمر، نحن نحتاج كل يوم إلى تذكرة. طيب، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كم واحد يطبق هذا الحديث؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. من يطبق هذا الكلام اليوم؟ قليل جدا. طيب، النبي كان أكثر الناس عفوا عمن أساء له. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل. الله أمره بالعفو وطبق العفو فيها. طيب، نريد أن نطبق التسامح، ثقافة التسامح في حياتنا، ما رأيكم؟ الله تعالى يقول لك فمن عفا، تسامح يعني، وأصلح فأجره على الله. انتظر دائما الثواب والأجر من الله أخي الحبيب، لا تنتظر من البشر، لأن البشر ابن آدم سيخذلك إلا ما رحم ربي، فانتظر المكافأة من الله. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. كذلك أيها الأحبة، كل المواقف التي مر بها النبي عليه الصلاة والسلام هي أسوة لنا، قدوة لنا، نتعلم منها. خذ أي موقف، عندما عفى النبي عليه الصلاة والسلام عن كفار مكة، هذا موقف عظيم ينبغي أن نعممه على حياتنا، ثقافة العفو والتسامح. طيب، النبي كان يحمل هم المشركين حتى، لذلك الله قال له ولا تحزن عليهم، وقال أيضا في آية أخرى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك مما يقولون. النبي لم يكن يحزن منهم بل عليهم، وفرق كبير. أن تحزن من إنسان أو تحزن على إنسان، يعني أنت ابنك عندما تجده يسير في اتجاه خاطئ، يصاحب بعض الناس الذين يدلونه على الشر فتخاف عليه، فتحرص أن تنصحه وتحزن عليه لأنك تحبه. يعني هذا دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الخير لكل الناس وليس للمؤمنين فقط. انتبهوا أيها الأحبة، فنحن اليوم
نحب الخير حتى لمن يخالفنا في العقيدة. وهذه ثقافة نبوية على فكرة. الملحد مثلا أنا لا أحب سلوكه لأنه يؤدي فيه إلى الهلاك، ولكن أنا أحب له الخير، أحب أن يهديه الله، أحبه أن يكون سعيدا برحمة الله، فأنا أحزن عليه وليس منه. فلذلك المؤمن ليس في قلبه غل أو حقد، والنبي نبهنا لمثل هذا الأمر، أن أحدنا إذا أراد أن ينام آخر اليوم يحرص ألا يكون في قلبه غل أو حقد أو كره لأحد، حتى الذي يخالفك في العقيدة أو في الدين أو في الطائفة، هذا إنسان كرمه الله يا أخي الحبيب. الله تعالى يقول: ولقد كرمنا بني آدم. انظر، بني آدم كل طوائف البشر كرمها الله، فهذا الإنسان مكرم عند الله. فأنا صحيح أن سلوكه إذا كان شاذ أنا أكره هذا السلوك، ولكن بنفس الوقت أتمنى له الخير وأحب أن يهتدي للطريق الصحيح. هذه ثقافة النبي التي طبقها في كل مواقفه على فكرة. فلعلك باخع نفسك على آثارهم، يعني لعلك يا محمد صلى الله عليه وسلم متعب ومهلك نفسك أنهم لم يؤمنوا. يعني انظر، يعني هذا دليل أنه كان يحب لهم الخير. يعني تخيل أنت الآن تحب الخير لشخص وتحزن عليه وتتعب نفسك، تكاد أن تهلك نفسك لأنه لم يستمع إلى كلامك الذي فيه نصيحة له. طيب، هذا دليل أنك تحب له الخير، صحيح؟ فلا تظن أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الشر لأعدائه، أو أنه كان يريد لهم الهلاك، لم يدعو عليهم أبدا، وكان دائما متفائلا أن يهديهم الله، لدرجة أن الله قال له: انظر معي إلى هذه الآية. من شدة اهتمام هذا النبي بهم وحرصه على هدايتهم، وكان يحب أن يهدي كل الناس وبخاصة الذين قاتلوه وآذوه واستهزأوا به واتهموه بالسحر والجنون واتهموه بالتزوير وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، اتهموه كل الاتهامات، كان يحب أن يهتدوا للطريق الصحيح. لذلك الله قال له: لا تتعب نفسك، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذه الثقافة نريد أن نتحلى بها اليوم. يعني أنا أريدك أخي الحبيب أن تحب الخير حتى لمن أساء إليك، حتى لمن آذاك. انزع الانتقام من صدرك، الغل، الحقد، أن تتمنى الشر للناس، أن تحسد الناس. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نحب الخير حتى لأعدائنا، فكيف بمن نحبهم؟ فإذا مثل هذه المعاني نريد أن نتعلمها من النبي عليه الصلاة والسلام. وأخيرا أيها الأحبة، في هذه الليلة المباركة إن شاء الله هناك أمر مهم جدا وخطير جدا، وهو: احذر أن تتهم أي إنسان بالبدعة قبل أن تدرس الموضوع جيدا، وقبل أن تدرك ما معنى بدعة. والشخص الذي قال عن إنسان يفرح بميلاد النبي أن هذا بدعة ولا يجوز، إذا اتبعت كلامه هو لا يحمل
ذنبك، أنت من تتحمل الذنب، ولا تزر وازرة وزر أخرى. لذلك أنا دائما في الأمور الفقهية أفرق بين النص القرآني الذي هو ثابت والنص النبوي الصحيح الذي هو ثابت وبين الاجتهاد. الاجتهاد دائما فيه اختلافات وفيه آراء وفيه وجهات نظر ويختلف من زمان إلى زمان. فمثل هذه الاجتهادات أنا لا أتبعها بشكل أعمى، فلان والله قال كذا أنا أتبعه هكذا، لا، أنا يجب أن أفكر. الإمام الفلاني قال عن شيء معين كذا، أنا على العين والرأس، أنا يجب أن أفكر، لأنه لن يحاسب عني، لن يحاسب عني أنا. ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا يمكن لنفس أن تحمل ذنب نفس أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فإذا ينبغي أن نتأمل مفهوم البدعة، أنه زيادة في الدين صحيح، ولكن الأعمال التي يقوم بها المؤمن في مناسبة ميلاد النبي كلها من الدين، الصلاة على النبي، ذكر الله، قراءة القرآن، إطعام المساكين، صلة الرحم، أعمال البر، بر الوالدين، إدخال الفرح على يتيم، يعني كلها أعمال بر موجودة لها أصل في الإسلام، ليس فيها زيادة. وموضوع تخصيص يوم أو غير تخصيص يوم لأعمال البر، هذا الأمر ليس لدينا حديث يحرم ذلك. يعني انتبه معي أخي الحبيب، الحكم الفقهي يعني الفقيه عندما يفكر بقضية ويعطي مثلا رأي معين، هذا ليس قرآن وليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فهمه للموضوع، هو أعطاك فهمه، فهذا الفهم قابل للنقاش وقابل أن يتغير ويتطور مع الزمن إلى آخره. أما كما قلت لك النص القرآني والنبوي ثابت، فأنا ليس يعني أنا لم أقرأ حديثا يقول مثلا والله إذا خصصت يوما للصلاة على النبي فهذا أمر محرم أو بدعة أو هذا ضلال، ولا يمكن أن يقول النبي ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما يأمر بالخير يأمر بالخير مطلقا، سواء فرحت بالنبي كل يوم حلال، فرحت به مرة في العمر حلال، فرحت به في كل ثانية حلال، لا يوجد شيء اسمه بدعة إلا إذا أدى إلى ضلالة. لذلك نص النبي واضح جدا، كل بدعة ضلالة، فأنا كيف أميز بين البدعة وبين الأمر الذي ليس فيه بدعة؟ أنظر إلى هذا الأمر، هل يؤدي إلى ضلال؟ هل يؤدي إلى أعمال فاسدة؟ إذن هذا بدعة. لاحظ أخي الحبيب، ما دام الأمر يقتصر على يعني مثلا، أنا أعطيك مثال، أنا في يوم الذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم أنا أحب أن أفرح هكذا بمفردي، أحب أن أذكر النبي، أحب أن أصلي عليه، أحب أن أقوم بعمل فيديو مثل هذا الذي أنا أقوم به الآن، وأشارك أحبتي في الله الذين يشاهدونني الآن بعض مواقف النبي التي أثرت في حياتي وغيرت حياتي وتعلمت منها الكثير، وأحبك أن تستفيد منها. هذا أسلوبي في الاحتفال بالمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا فيه بدعة، فيه شر مثلا؟ وبالتالي أخي الحبيب، لو كل واحد منا فهم هذه المسائل بهذه الطريقة وبهذه البساطة ستزول هذه الخلافات إن شاء الله، ما دام همنا هو رضا الله فقط. أنا ليس همني رضا فلان أو فلان، أو أن يرضى عني فلان، أو أتبع منهج فلان، لا، الهم هو رضا الله. فعسى أن نكون إن شاء الله جميعا ممن رضوا عن الله ورضي الله عنهم، كما قال رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
وأخيرا أيها الأحبة، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.